في إطار التوجيهات اللي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي شدد فيها على ضرورة أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية تكون من أولويات الحوار الوطني، وخصوصا في ظل التحديات الكبيرة اللي بنواجهها دلوقتي، واضح جدا أن الحوار الوطني ما بقاش بس فرصة مهمة علشان نناقش المواضيع دي اللي بتمس البلد والمنطقة بشكل عام، بل بالعكس ده بقى يعني نوع من أنواع الحاجات اللي شفنا حتى الرئيس في أكاديمية الشرطة امبارح لما قال يعني لابد أن يكون هذا الحوار في حالة انعقاد دائم يا بسنت. بالضبط، ده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بعد حضوره مراسم تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين في الحوار المفتوح اللي عقده الرئيس حول الأوضاع الإقليمية والدولية اللي بتشهدها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة مؤخرا. الحوار شمل العديد من الملفات المهمة، من بينها ملف سد النهضة، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بالتحديد معنا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ، صباح الخير عليكم جميعا. يعني في البداية وفي ظل كل الأحداث التي تدور في المنطقة، ليه مهم أن احنا نناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية؟ مهم لأن هي القضايا الضاغطة الرئيسية على المنطقة كلها مش على مصر فقط، ويعني الأمر لم يعد يعني قاصر على النخب فقط، لكن هو موضوع يهم كل مصري بكل ما فيه الكلمه من معنى. النهارده لما بنشوف اسرائيل بتاخد قرار ان هي توسع العدوان بتاعها، بتنقله من غزه الى جنوب لبنان، ونتنياهو بيتكلم على ما يسميه تغيير الشرق الاوسط، فاحنا بصدد تطور خطير في المنطقه مش قائم لا على قانون ولا على اتفاقات ولا يعني. اسرائيل عملت اتفاق لترسيم الحدود البحريه مع لبنان مثلا من حوالي سنه في الغاز. امبارح بيتكلموا ان احنا لغينا الاتفاق، حد كده بياخد قرار بيصحى الصبح بيتصرف ان هو عنده قدره يعمل اي شيء. فبالتالي ده تفكير ونمط حكم خطير جدا على المنطقه. مصر يعني الرئيس امبارح اتكلم كلام مهم جدا جدا، ان مصر عارفه بتحمي نفسها ازاي وعارفه الامور ماشيه ازاي ومامنه ومستقره رغم هذا البحر الهائج من الاضطرابات والمشاكل. وبالتالي مهم للغايه انه ممثلي القوى السياسيه المختلفه في الحوار الوطني يناقشوا هذا الموضوع، إضافة بالطبع لما يفعله البرلمان، ويرفعوا التوصيات للسيد الرئيس إن شاء الله. طيب يعني كلام حضرتك برضو ممكن حد تاني بيسمعنا يقول يعني طول عمرنا متعودين أن مثل هذه القضايا اللي هي اللي بتمس الأمن القومي بتبقى حكر على المجلس الأمن القومي، القيادات العسكرية والأمنية، وأن الحوار الوطني متعلق بقضايا يعني متعلقة بالكهرباء بالبنزين بقضايا حقوق الإنسان. يعني برضو أسألك هتعالجوا الموضوع ده إزاي؟ يعني قضايا الأمن القومي كيف سيتم معالجتها أستاذ عماد في طاولة أو على طاولة الحوار الوطني؟ اولا كما تعلم الهدف الرئيسي لما طلع الحوار الوطني الرئيس دعا ليه في 26 ابريل 2022، كان الرئيس قال تحديد اولويات العمل الوطني، فبالتالي ده يعني هدف مفتوح فيصلح لكل قضيه ان تندرج تحته وليس الكهرباء. وبالمناسبه احنا كمان يعني احنا ما ناقشناش الكهرباء، احنا يعني المفروض الموضوعات بالاساس كان في محور سياسي اجتماعي اقتصادي فيه كل القضايا الرئيسية اللي ممكن تؤثر في أولويات العمل الوطني. هذه نقطة ثانية، مرة الرئيس في إحدى أحاديثه قال يعني إحنا عايزين في الحوار الوطني إن هو نسمع بعض، فده برضه هدف ثاني. الحاجة الأساسية إنه نعم في هيئات متخصصة في مناقشة مثل هذا الأمر، مجلس الأمن القومي أو البرلمان أو لجان الأمن القومي في البرلمان، لكن أيضا يمكن إنه لأنه في أوضاع الراحة والاستقرار قد تكون مثل هذه الموضوعات قاصره فقط على مثل هذا النوع من الهيئات فقط. اما وان الموضوع شديد الاضطراب في المنطقه كلها والامور الموضوع فقط بالمناسبه لا يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على لبنان او فلسطين. حضرتك عندك السودان، عندك ليبيا، عندك تعطل الملاحه في البحر الاحمر معظم الوقت في وقناه السويس والتراجع، ما هو حضرتك لما الاضطراب ده بيتم القناه داخلها زي ما سمعنا امبارح من الرئيس
وصل ل 6 مليار دولار تقريبا في اقل من سنه، فده بيؤثر تاثير كبير على الكهرباء وعلى الغاز وعلى الصناعه وعلى الاكل وعلى حاجات كثيره وعلى قدرتك على تمويل محتاجاتك من النقد الاجنبي. فبالتالي الحوار الوطني في هذه الحاله هيناقش ده من زوايا مختلفه كثيره. بالظبط، يعني في ظل كل هذه الاضطرابات يا فندم كيف تتم مناقشه السياسه الخارجيه المصريه في الحوار الوطني؟ ولو كمان حضرتك تكلمنا عن التوصيات اللي ممكن تطلع من الجلسات الخاصه بالامن القومي والسياسه الخارجيه. لا بص يا فندم، النهارده احنا اللقاء كان محدد اساسا للحديث حول جلسه اجراءات ووضع خطه مناقشه الدعم العين والدعم النقدي. للدعم النقدي والدعم الايه العيني؟ نعم، النهارده الجلسه العنوان الرئيسي الذي دعينا من اجله للانعقاد كان هذا العنوان. امبارح المنسق العام للحوار الوطني الاستاذ ضياء رشوان في البيان اللي طلع امبارح دعا الى ان احنا ما قاله الرئيس نضعه نصب الاعين النهارده في اللقاء، ونشوف هنا الجلسه اجرائيا كيف سنناقش، ومش هنناقش ده النهارده، دي نقطه في منتهى الاهميه. النهارده احنا بنتكلم على، لان اللي بيناقش الموضوع ليس فقط مجلس امناء الحوار الوطني. المجلس بيدعو الممثلي القوى السياسيه والحزبيه والنخب الرئيسيه للقاء، هما اللي بيقعدوا بيناقشوا وبيوصلوا للتوصيات. مش التوصيات ليست جاهزه او مش في ذهني، ولا استطيع طبعا اخلاقيا وموضوعيا ان انا اقول ان احنا هنطلع بتوصيات كذا، لان ده بيبقى حاصل مناقشات القوى السياسيه المختلفه. طب استاذ عماد، امبارح السيد الرئيس في حفل تخرج كليه الشرطه كان في حوار مفتوح عقده مع طلاب الاكاديميه، الحوار تطرق لعدد كبير من القضايا وكان منها سد النهضه وكان منها عدد من ملفات السياسه الخارجيه، كيف يعني اوصى السيد الرئيس الضباط الجدد المقبلين على يعني امساك الحياه او زمام الحياه الامنيه في مصر بفهم يعني ضروره هذه الملفات؟ بص حضرتك، ما قاله السيد الرئيس بالامس هو ممكن تعتبره رساله طمانه للشعب المصري فيما يتعلق بهذا الوضع المضطرب او شديد الاضطراب. فيعني الرئيس قال بوضوح سياستنا متوازنه معتدله، مصر لا تتورط في امور قد تؤثر على الامن والاستقرار. اتكلم ايضا على الحجم الهائل من الشائعات، اتكلم على ما نختاره في او ما فقدناه من الايرادات في قناه السويس، وانا اتكلمت على الجزئيه دي. كل ده دي عناوين رئيسية، لكن أنا أظن أن المحور الرئيسي في كلام الرئيس امبارح هي طمأنة أن مصر قادرة تحمي نفسها، أنها مصر خير وقوية، وأكد الرئيس على حاجة بيكررها دائما، أن احنا ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتمسكين ومتحملين لمسؤوليتنا فاحنا بخير وسنظل بخير. دي نقطة في منتهى الأهمية، هي قاعدة ثبت يقينا ان هي يعني مفتاح اساسي لفهم الوضع في مصر بسنه 13. التضامن والتكاتف والثبات المصري والفهم العام والوعي بالتهديدات وفكره التضامن بين كل القوى السياسيه والمجتمعيه هو ده اللي فوت فرص كثيره جدا على الذين كانوا يحلمون باشاعه عدم الاستقرار في مصر. امبارح في المائدة كمان السيد الرئيس اتكلم عن ملف السودان وملف الصومال، يعني هل شايف موقف مصر منهم ازاي يا فندم؟ بطبيعة الحال ده موضوع في منتهى الأهمية أيضا، بالمناسبة لا يقل أهمية إطلاقا عما يحدث في غزة وفي فلسطين وفي لبنان، لأنه الأمن القومي المصري الحقيقي أيضا موجود في هذه المنطقة، موجود في مياه النيل، في الجير المباشره، في العمق المصري في افريقيا خصوصا في السودان. تربطنا بالصومال علاقات جيره وعلاقات صداقه وعلاقات اخوه وعلاقات حضاريه تمتد لالاف السنين. وبالتالي ما حدث في الصومال، يعني خلينا ناخذ الصومال السودان الاول، السودان ما يحدث فيها يؤثر تاثير بالغ على مصر. هذا امر خطير الذي يحدث بين ابناء الشعب السوداني، نتمنى لهم الـ يعني الـ ان ينتبهوا الى خطوره ده
ونصل الى حلول حقيقيه تساعد على عوده الاستقرار للشعب السوداني. وبالتالي مصر بترفع دائما شعار انها مع التسويه السياسيه لا تنحاز لطرف وتؤيد الحل السوداني بين ما يرتضيه ابناء الشعب السوداني. الصومال الوضع حصل فيه تطور في منتهى الخطوره، ان دوله اثيوبيا وهي دوله المقر للاتحاد الافريقي الذي يفترض ان يدافع او يفترض ان تدافع عن الحدود واستقلال الحدود واستقلال سيادات الدول، قامت من طرف واحد بتوقيع اتفاق مع اقليم منشق عن الدوله الصوماليه وهو اقليم صومالي لاند، وعملت معها اتفاق ان هي تفتح او تقيم او تؤسس ميناء بحري على خليج عدن على البحر الاحمر، منتهكه بذلك سياده الصومال واستقراره، وهي دوله المقر للاتحاد الافريقي. الصومال قرر ان يطرد القوات الاثيوبيه العامله في قوات حفظ السلام اللي موجوده من 2007، لانه وجود هذه القوات هو خطر على الامن الصومالي، لانه هذه الدوله الاثيوبيه انحازت الى المتمردين والى اقليم متمرد، وبالتالي لا يمكن انه تستقر وتستقيم الاحوال بهذه الطريقه. الاتحاد الافريقي وهو ايضا مره ثانيه باكد انه موجود في الصومال، اتخذ قرارا بإعادة تشكيل القوات حفظ السلام في أفريقيا، ومصر قبلت عرض الاتحاد الأفريقي أن ترسل بعض القوات إلى الصومال لحفظ الأمن والسلام، ودي نقطة مهمة بكررها كثير عشان يبقى المشاهد سامع في السياق إيه. مصر في المقابل عملت خلال زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر اتفاق، يعني توقيع بروتوكول للتعاون العسكري، ان مصر تساعد الصومال في تاهيل قواتها المسلحه بالخبره المصريه. فبالتالي مصر مش راح تحارب في الصومال، مصر راح تساعد الدوله الصوماليه على حفظ الامن والاستقرار، وبتقول للصومال نحن معكم ضد اي محاولات للتخريب وعدم الاستقرار. صحيح. فبالتالي ده تطور مهم جدا جدا، مصر بتتحرك فيه طبقا لمصالحها القوميه، طبقا لما يملي عليها التزامها بالعلاقات الاخوه مع الصومال، وطبقا لميثاق الاتحاد الافريقي اللي هي مصر طبعا احد مؤسسيه الاساسيين في اواخر الخمسينات من الاتحاد الافريقي. صحيح. طيب على الساحه المحليه يا استاذ عماد، سياده الرئيس امبارح اتكلم على ملف الاعلام والدراما، وقال او اوصى او حث الحضور ان هم يعني يشركوا الجماهير المصريه في مثل هذه القضايا من أجل أن يكون هناك حالة من الوعي، من أجل أن نشر المعرفة ب يعني التحديات التي تواجه الوطن المصري في هذا التوقيت. تعليق حضرتك، وهل تعتقد أن كيف سيؤثر هذا الأمر في القريب العاجل على يعني حركة الإعلام أو حركة الدراما في الأيام القادمة؟ في توجيهات عامه الرئيس بيقولها اللي هي بمنطق، انه على سبيل المثال مثلا قضيه زي قضيه التدخين، هي دي قضايا لو انت الاعلام قدر يسلط عليها ويعالجها بحكمه وبحرفيه، اظن كما نعلم الدراما هي واحده من اهم عوامل التاثير في كل المجتمعات مش في المجتمع المصري. صحيح. ومصر رائده في فن الدراما عربيا وافريقيا. فبالتالي لما يعني احنا شفنا التاثير اللي عملته المسلسلات او الدراما او الافلام الوطنيه في السنوات الماضيه، وخد مثلا مسلسل الاختيار، انه مسلسل واحد بيقدر يتصدى لكل اشاعات بيعملها المتطرفين والارهابيين. فبالتالي نفس الامر في مثلا قضيه زي قضيه التدخين، فكره انه بيطلع البطل او خصوصا لو كان ضابط شرطه هو بيدخن تدخين كتير وحاجات زي كده، ده ممكن يؤثر تاثير سلبي على المشاهد، وبالتالي يقلد هذا البطل او هذا النجم. او في قضايا كتير انت تقدر تحطها جوه الدراما بطريقه ذكيه وترسخ القيم، خصوصا مره ثانيه ما تواجهه مصر وما يواجهه كل العالم بامانه كله في مساله انه المشاهد دلوقتي خصوصا الشباب هو يتاثر باعلام انت مش عارفه جاي منين، الاعلام اللي هو بيشوفه في السوشيال ميديا، في المسلسلات المختلفه، في الشبكات العابره للحدود، كل دي روافد انت ما بتقدرش تتحكم فيها وحدك. فبالتالي لو قدرت تصيغ دراما وطنيه حقيقيه فيها قيم ايجابيه، ده هيكون في امر في منتهى الاهميه. صحيح صحيح. شكرا لك يا استاذ عماد.
الأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وأيضا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإيضاحات.